السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ أتمنى تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة معانا مع درس جديد في التوكسو، وهو الكالسيوم شانل بلوكر توكسيستي. أول حاجة طبعا احنا عارفين خدنا في الفارما اللي هي الكالسيوم شانل بلوكر دي بتعمل ايه، الميكانيزم بتاعها، بس برضو احنا لازم نوضح دلوقتي عشان نفهم التوكسيستي بتاعها هتحصل ازاي. مبدئيا قبل ما نعرف التوكسيستي هتحصل ازاي، لازم ناخد برضو الكونتراكشن اصلا بيحصل ازاي. بصوا، الكونتراكشن بيحصل ازاي؟ عن طريق زي ما خدتوا في الفيسيو، انه عن طريق الكالسيوم ايون. الكالسيوم ايون ده هيحصل ازاي؟ يعني هو هيشتغل ازاي او يتاكتف ازاي داخل الخلية؟ ان عن طريق ان الدي بولاريزيشن ويف دي بتوصل للخلية او بتوصل للسيل ميمبرين، فبيحصل سيجنالينج معين يوصل الاشاره دي للاي سي ار، او سوري يعني اللي هو الاس ار اللي هي السيركوبلازم كوتيكل اللي هي دي. تمام. طيب لما يحفزها هيحفز اللي هو التشانلز اللي موجوده عليها اللي هي دي، اسمها رانيدون ريسبتور. تمام. المهم ايا كان اسمها، المهم ايه ان هي الريسبتور ده هيطلع ايه الكالسيوم داخل الخليه. فلما يطلع الكالسيوم، الكالسيوم ده مش هيكون كافي، فبالتالي هي ايه هي هينادي على كالسيوم تاني. تمام. الكالسيوم تاني ده هيجي منين؟ هيجي من بره الخليه، بره الخليه عن طريق تشانل في الممبرين نفسه اسمها ال تايب فولتج كالسيوم تشانل. تمام. فكده انا دخلت كالسيوم كفايه للخليه ان هي تعمل ايه كونتراكشن، يبقى كده هيطلع لي كاردياك كونتراكشن. تمام. دي الميكانيزم بتاعت الكونتراكشن، عرفنا ان هو بتحفز اللي هي الريسبتورز دي على الاس على الاس ار. تمام. اللي هي دي على الاس ار، فبالتالي هتطلع كالسيوم، والكالسيوم هينادي كالسيوم تاني عشان يساعده اللي هو من خارج الخليه عن طريق ال تايب كالسيوم تشانل. ده مهم نوعها عشان اللي هو الاسئله وكده، فكده يحصل معايا كونتراكشن. طيب ناخد بقى الميكانيزم بتاعت التوكسيستي نفسها. ايه اللي بيحصل معايا هنا؟ ان انا بقفل الكالسيوم شانل اللي مفتوحه دي، يعني الكالسيوم شانل اللي كانت بتدخل لي بتاع كالسيوم داخل الخليه عشان يساعدني، انا كده هقفلها. فلما اقفل الكالسيوم يبقى كده مفيش كالسيوم شانل كالسيوم جوه الخليه. تمام. فلما ما بقاش فيه كالسيوم يبقى كده انا قفلت الكونتراكشن خالص، ومش هيحصل اي حاجه من السيكونس اللي احنا قلنا عليه ده. تمام. في الادويه دي اللي هي كالسيوم شانل بلوكر هتقفل التشانلز خلاص، وده بتاثر على ايه؟ بتاثر على الهارت وعلى السموث ماسل. وطبعا انتوا خدتوا في الفارما في انواع معينه من الادويه دي بتاثر على الهارت اكتر، اللي هو الفيربامير والدلتيازم، والسموث ماسل اللي هو يعني بتاثر عليه اكتر من التيم من الانواع التانية اللي هو الدايفينهيدرامين اي جروب. تمام. المهم يعني بغض النظر عن جزء الفارما ده، المهم ان في انواع بتاثر على ده اكتر وفي انواع بتاثر على ده اكتر، بس كل الـ يعني العيله دي كلها بتاثر على الاثنين. تمام. المهم اللي هينتج لي عن ده ان انا قفلت التشانلز دي، ان انا يحصل فاز ديليتيشن في الفيسلز ايا كان هي ايه، بس اكتر يعني على الكورونري. تمام. وده اللي هنركز عليه، وده اللي هيكون لي افكت اكتر في التوكسيستي، ومش هيبقى فيه بقى كونتراكتيليتي ولا كوندكشن ولا اي حاجه، مش يعني كل ده مفيش كونتراكتيليتي، يبقى بالتالي مفيش هارت ريت، وهتأثر برضو على الكوندكشن. تمام. غالبا على الاس اي نود والاي في نود الكوندكشن بتاعهم هيقل خالص. فدي الافكت اللي هي الافكت الرئيسيه بتاعه الايه التوكسيستي، يعني بتاع الميكانيزم اصلا بتاع الكالسيوم شانل بلوكر. تمام. طبعا في التوكسيستي هيكون الافكت ده يعني ايه مبالغ فيه او اكزاجريتد اكتر عن الايه عن الافكت الثيرابيوتيك بتاعها. بعد كده من ضمن الافكتس برضو هنلاقي في هم اكتشفوا يعني ان في البنكرياس في الخلايا بتاعته موجود فيه برضو كالسيوم شانلز. فطبعا الادويه دي اهي، دي الكالسيوم شانلز اهي، ودي خليه بنكرياس. المهم الادويه دي ما بيبقاش عندها سيلكتيفيتي، ما بيبقاش عندها سيلكتيفيتي على الهارت ريت مثلا، قصدي على الهارت تيشو او على الـ على الـ على الفيسلز. تمام. فهي بتقفل اي كالسيوم شانل، ومن ضمن الكالسيوم شانل اللي بتقفلها دي اللي هي الكالسيوم الموجود كالسيوم شانل موجوده في البنكرياس. طيب حد هيسالني ليه اصلا الكالسيوم يعني تشانلز دي موجوده في البنكرياس، ايه وظيفتها؟ هي الميكانيزم بتاعها اصلا يعني ليه موجوده هناك، ان هي بتدخل كالسيوم، فالكالسيوم ده بيعمل ان هو يعمل رابشر للجرانيولز الموجوده في البنكرياس اللي هي جواها انسولين. فلما يعمل رابشر ليها الانسولين يطلع للدم ويعمل الشغل بتاعه ان هو ايه يعدل الجلوكوز ليفل. تمام. فالادويه دي هتقفل الكالسيوم التشانل الموجود في البنكرياس هنا، فبالتالي مش هيبقى فيه كالسيوم داخل الخليه او داخل البنكرياس يعني، فما فيش رابشر للانسولين، وبالتالي ما فيش انسولين هيطلع للسيركيوليشن. طيب كده في مشكله معانا ان ما فيش انسولين في السيركيوليشن، يبقى كده اللي هيحصل يعني مش هيحصل بقى اي حاجه في الجلوكوز، مش هيحصل تعديل للجلوكوز لما يزيد، والدنيا هتبوظ خالص، يعني ده هيؤدي الى هايبرجليسيميا. تمام. ودي برده من الايفكت الموجوده اللي انا بميز بيها الكالسيوم تشانل البلوكر توكسيستي عن البيتا بلوكر. تمام. والبيتا بلوكر هناخدها في جزء تاني او في فيديو تاني ان شاء الله، وايه هنوضح ازاي بتعمل هايبرجليسيميا دي. المهم ان الكالسيوم تشانل بلوكر بتعمل هايبرجليسيميا عشان هي بتمنع الانسولين ان هو يطلع للسيركيوليشن. تمام. وطبعا زي ما عرفنا ان هي بتعمل برده بتقلل الكونتراكتيليتي، وبتعمل لاكتيك اسيدوزز. ازاي بقى هتعمل لاكتيك اسيدوزز؟ ان هي زي ما قلنا بتمنع التون بتاع الايه الفيسز، يعني بتعمل فازوديليتيشن في الفيسز. فلما تعمل فازوديليتيشن في الفيسز هتعمل هايبوتنشن، فالهايبوتنشن ده هيخلي الدم ما يبقاش عنده قوه اندفاع للايه للهارت تيشو، فمش يعني الدم هيحصل له ريكورد او استجنيشن في الفيسز او في الفينز، فبالتالي مش هيرجع للايه للقلب. فلما ما يرجعش القلب، الدم ده اصلا محمل بالاكسجين والنيوترينت والجلوكوز اللي القلب بيستخدمها في ان هو بيعمل بامبنج. تمام. طيب فكده مفيش بامبنج، فالقلب لازم يعني يشتغل، مش هينفع الجسم ايه يقف كده، فهو هيلجا للانيروبيك جلايكوليسيس. والانيروبيك جلايكوليسيس دي زي ما احنا عارفين بتؤدي ان هي تطلع لاكتيك اسيد، فاللاكتيك اسيد ده ايه اللي هيحصل؟ هيتراكم في الجسم يعمل لاكتيك اسيدوسيس. تمام. طيب
هندخل دلوقتي على ازاي العيان بتاع الكالسيوم شانل بلوكر توكسيستي ده هيجيلي عن طريق الميكانيزم اللي احنا شرحناها والايفكت بتاع الكالسيوم شانل بلوكر عموما. هنعرف ازاي نشخص العيان ده. زي ما قلنا ان هو بالكالسيوم شانل بلوكر دي يعني بتمنع الكونتراكشن في القلب وبتمنع التون والفيسلز يحصل لها تون كونستريكشن، وبالتالي هيؤدي لايه؟ هيؤدي لي اهم حاجه يعني تركزوا عليها اللي هي الهايبوتنشن. بصوا الهايبوتنشن هنا اهي والبراديكارديا، الاثنين دول اهم مانيفيستيشن الكالسيوم شانل بلوكر توكسيستي بيشنت هيجيلي بيهم، وده مهم جدا برده عشان ام سي كيو. فبعد كده هنعرف ليه بقى ازاي الهايبوتنشن ده بيحصل. زي ما قلنا ان هو الفازودايليتيشن بتاع الفيسلز اهو تمام، والكونتراكتيليتي ان مفيش كونتراكشن في الهارت، فبالتالي مش عارف يضخ الدم اصلا، وبالتالي في قله برفيوجن للتيشو كلها، وبالتالي هيعمل لي الهايبوتنشن ده تمام، وبرده الهارت ريت هيقل، او ممكن بسبب كل التلاته دول مع بعض هيعمل لي هايبوتنشن تمام. طيب بعد كده هيعمل لي برده البراديكارديا، زي ما قلنا ان هم دول المين مانيفيستيشن بتاع الكالسيوم شانل بلوكر توكسيستي بانواعها بقى، يعني كذا نوع اللي هو البراديكارديا الساينس براديكارديا يعني، او سكند او ثيرد ديجري هارت بلوك، او حاجه اسمها جانكشناليزم. ايه جانكشناليزم ده؟ دي حاجه يعني بتنتج لما الاس اي نود يتاثر على الكوندكشن بتاعها، واحنا قلنا ان الكالسيوم شانل بلوكر دراجز نفسها بتاثر على الكوندكشن وبتقلله بتاع الاس اي نود والاي في نود تمام. فلما الاس اي نود تبوظ بيحصل بقى ان الاي في نود والاي في باندل يعني يحاولوا يعملوا جينيريشن للي هو الامبلس، وبالتالي يعمل لي ابنورمال ريزم بتاع القلب، فبالتالي حاجه اسمها جانكشن ريزم. دي اسمها جانكشن اصلا لان الاي في نود والاي في باندل دول موجودين بين في الجانكشن بين الاتريوم والفنتريكل تمام. طيب عشان تعرفوا برضو ده يوضح لكم اكتر، ده بصوا اللي على الشمال ده النورمال هارت ريت او النورمال ريزم بتاع القلب على الاي سي جي تمام، بينما ده اسمه الجانكشن ريزم تمام. بعد كده بصوا ان الكالسيوم شانل بلوكر دي ما بتاثرش على اللي هو الانترفنتريكل كوندكشن، يعني الكوندكشن بتاع الفنتريكل ما بيحصلوش اي حاجه بسبب الكالسيوم شانل بلوكر دي، هي بتاثر على الاس اي نود والاي في نود بس، وبالتالي الكيو ار اس بتاع الاي سي جي مش هيحصل له اي حاجه وهيفضل زي ما هو نوت افكتد، لان الكيو ار اس ده اصلا بيمثل الفنتريكل كوندكشن تمام، زي ما احنا عارفين يعني خدتوا المفروض الاي سي جي ده في العملي. طيب بعد كده البي ار دي اصلا يعني ممكن يحصل لها برولونجيشن، البي ار دي الفتره بين اللي هو الديبولاريزيشن بتاع الاتريوم للديبولاريزيشن بتاع الفنتريكل تمام. فالفتره دي هنا الفنتريكل مش عارف ينقبض، فالفتره اللي بينهم بين الاثنين ديبولاريزيشن هتطول شويه تمام. طيب بعد كده اللي هو الكيو تي انترفال ممكن يحصل لها برولونجيشن برده، والفنتريكل اريزميا ممكن تحصل تؤدي الى تورسيدب 1 اريزميا، ده نوع من الاريزميا هتتاخد بالتفصيل في الكلينيكال بتاع الاريزميا. بعد كده هوضح لكم برضو شكلها اللي هي تورسيدب 1 دي اللي هي دي بتبقى يعني لخبطه جامده في الكهرباء بتاعه القلب تمام. وزي ما قلنا ده اللي هو عرضناه في السلايد اللي فاتت، ده النورمال بي ار انترفال اللي هي دي، بصوا يعني المفروض ان اللي هي دي المفروض البي تمام، وده الكيو ار اس كومبلكس على بعضه اللي هي بتاعه الطويله دي. بعد كده اللي هو الباقي الايه الويفز بقى، المهم ان الحته دي ما بين البي وبين بدايه الكيو ار اس كومبلكس دي اسمها بي ار انترفال، فده الديوريشن الطبيعي بتاعها. انما هنا مع الكالسيوم شانل بلوكر توكسيستي هتلاقي ان في بي ار برولونجيشن، ان هي طولت عن الطبيعي تمام. فده للتوضيح بس عشان ايه تفهموا ازاي بيأثر على الاي سي جي بتاع العيان تمام. بعد كده ده اللي فات خدنا المانيفيستيشن بتاع الهارت اللي هيحصل في الهارت او السيركيلاتوري سيستم عموما، ان احنا قلنا براديكارديا وهايبوتنشن دي اهم حاجه تحفظوها وتعرفوها عشان الام سي كيو تمام. بعد كده برضو بيأثر على حاجات تانية زي ما قلنا ان في بتاع ده يعني بيأثر على البنكرياس، ان هو بيعمل هايبرجلايسيميا عن طريق ان هو بيقفل الكالسيوم شانلز في البنكرياس، وبالتالي مفيش انسولين هيطلع، وبالتالي الجلوكوز هيعلى في الدم فيعمل لي هايبرجلايسيميا. وده زي ما قلت قبل كده ان هو بنفرق يعني الحاجه دي الوحيده اللي بتفرق الكالسيوم شانل بلوكر توكسيستي عن البيتا بلوكر توكسيستي تمام. فدي حاجه مهمه في الديفرنشال دياجنوزز بتاع الحالتين دول، دي يعني ديفرنشال دياجنوزز، ودي اللي هو بيتا بلوكر يعني. المهم الميتابوليك اسيدوز زي ما شرحنا قبل كده ان ده بيحصل نتيجه الهايبوتنشن اللي حصل، والهايبوتنشن ده هيعمل لي ايه يعني بيكون نتيجه اصلا ان الدم مش عارف يحصل له قوه اندفاع ناحيه القلب تمام، وبالتالي القلب يلجا للانيروبيك جلايكوز ان هو مش لاقي نيوترينت ولا لاقي اكسجين في الدم تمام، الدم وصله بسرعه قليله عن الطبيعي، فهيلجا للميتابوليك اسيدوز السوري هيلجأ للأنيروبيك جلايكوليسيس ويحصل له لاكتيك اسيدوز تؤدي الى ميتابوليك اسيدوز تمام. طيب بعد كده زي ما قلنا بقى الهايبرجلايسيميا دي برضو بتحصل، يعني ده بعيد الكلام، نتيجه ان القلب مش عارف يستخدم الجلوكوز ده تمام كفيول يعني كنيوترينت ان هو يحصل يعمل كونتراكشن وبومبنج، فهيعمل لي هيقلل الكونتراكتيفيتي بتاعته وهيقلل او هيؤدي يعني الى هايبوتنشن تمام. اتمنى تكون الجزئيه دي واضحه معاكم، واحنا فصلنا كل جزء فيها طبعا. برضو من اي اعراض التوكسيستي اللي هو النوزيا وفومتنج والابنورمال منتال ستاتس يعني هيحصل مشاكل برضو في السي ان اس تمام. ده اول جزئيه موجوده يعني في السلايد دي ايه عشان نكون قلنا كل حاجه. بعد كده ازاي اعرف العيان اللي هو إيه عنده كالسيوم شانل بلوكر توكسيستي ده عن طريق التحاليل، يعني هو جالي في الطوارئ انا بقى عايز اشخص ان هو عنده او اتاكد ان هو عنده التوكسيستي دي فعلا. اول حاجه هنشوفها في الانفستيجيشن بتاعتنا اللي هو اللابوراتوري انفستيجيشن، واللابوراتوري انفستيجيشن دي هنشوف فيها اللي هو الجلوكوز ليفل طبعا، زي ما قلنا هيبقى فيه هايبرجلايسيميا عشان الانسولين مش موجود في السيركيوليشن فالجلوكوز بيعلى تمام، فيحصل عندي هايبرجلايسيميا. الالكترولايت ديستربنس هنقيسها برده، يعني في على النت او يعني في ابحاث بتقول ان ممكن يحصل هايبر او هايبوكاليميا، فده مش حاجه يعني ريبورتد او اللي هو مثبته يعني تمام
العلماء قالوا خلاص يعني ان هي ده بيحصل، بس هي حاجه احتمال يحصل هايبر واحتمال يحصل هايبو، تمام؟ فده يعني مش مذكور هنا فما تصورش برك بيها. المهم ان احنا ايه بنطمن على ايه الليفلز بتاعت كل الالكترولايت ان هي وزن نورمال. طيب هنقيس برده الاي بي جي، الاي بي جي ده اللي هو الارتيريال بلاد جازز، ان هيبقى فيه ميتابوليك اسيدوز زي ما قلنا نتيجه ان مفيش بيرفيوجن للقلب كويس، نتيجه الهاي بوتنشال اللي موجود في الجسم عموما، وان مفيش بيبقى فيه يعني بريفاز دايتيشن، وبالتالي القلب مش عارف يحصل على الدم كويس، هيلجا للميتابوليك اللي هو الانيروبيك جلايكوسيس، وبالتالي يؤدي ميتابوليك اسيدوز. طيب بعد كده هيبقى فيه كيتو اسيدوز، والكيتو اسيدوز دي بيبقى نتيجه الهايبر جلايسيميا، لان الجسم في الوقت ده زي ما قلنا مش عارف يستخدم الجلوكوز ده، لان مش الجلوكوز موجود في السيركيليشن بس ما فيش انسولين ان هو يدخله للخلايا، وبالتالي هيلجأ يستخدم ان هو يستخدم الكيتون بوديز لان هو ما عندوش جلوكوز، والكيتون بوديز دي هتؤدي في الاخر ان هي تطلع لي الكيتون اللي هو الكيتو اسيد، يعني هو الكيتون ده اصلا اسيد، تمام؟ فلما يزيد في الجسم نتيجه ان الجسم بيستخدمه هيطلع لي هيعمل لي الكيتو اسيدوزس، ان هو هيبقى فيه اسيدوزس في الجسم يعني بالاضافه الى الميتابوليك اسيدوزس، وبالتالي ده يعني حاله اسيدوز عاليه جدا، تمام؟ فالكلام ده يعني بيبان معايا في الاي بي جي، وطبعا هنعرف ازاي نعالجه في التريتمنت دلوقتي. بنقيس برده اللي هو البلاد يوريا نيتروجين، وبنعمل تحليل دم اللي هو سي بي سي، وبنقيس الليفر والكيدني فانكشن، تمام؟ عشان نطمن على حاله الجسم عموما وان مفيش اي سيستم تاني حصل له دامج، يعني بغض النظر عن اللي هو القلب والفيسلز وكده. وبرده بنقيس الكارديك انزايم، نطمن ان قله البرفيوجن بتاعه القلب دي عملت لي مثلا انفراكشن في القلب ولا لا. لو عملت انفراكشن هنلاقي ان الكارديك انزيم دي عاليه، لو ما عملتش فهنلاقيها وزن نورمال عادي او مش موجوده خالص، تمام؟ بعد كده هنشوف بقى الايه الايمجنج بتاعنا والاي سي جي. الاي سي جي زي ما قلنا بيبقى فيه كذا نوع من انواع الاريزميا، بيبقى فيه قله كوندكشن، وبيبقى فيه البي ار برنجيشن، ممكن يحصل برده اسي ستول وسكند او ثيرد دي هارد بلوك، كل ده قلناه في الكلينيكال برزنتيشن، وبرادي كارديا طبعا عشان ده هيقفل الكونتراكشن بتاع القلب. ولازم نطمن على العيان بالاي سي جي ده عشان يعني نتابع حاله العيان لما نعمل له يعني تريتمنت، بيكون كل ساعه لساعتين. والايمجنج بقى بنعمل الشيست اكس راي على الهارت، بنشوف او على الشيست عموما بنشوف فيه الهارت واللنج، بيبقى فيه بالمونري اديما عندنا، تمام؟ بعد كده هنخش على التريتمنت، ازاي بقى هعالج العيان اللي جايلي بكالسيوم شانل بلوكر توكسيستي. اول حاجه زي ما تعودنا في التوكسو ان بيبقى فيه اربع حاجات بنعملهم، اللي هو الايمرجنسي والسبورتيف ميجرز، بعد كده الانتيدوت، بعد كده دي كونتامينيشن والانهانسمنت اوف ايميشن. اول حاجه هنبدا بالايمرجنسي والسبورتيف ميجر، طبعا بنطمن على الاير واي والفنت يعني، ونعمل فنتيليشن لو هو محتاج. وبعد كده في بقى سيمبتوماتيك تريتمنت، اول حاجه احنا عندنا اللي هو البرادي اريزميا وعندنا هايبوتنشن، فعشان اظبط الريزم بتاع القلب ده انا بحط جهاز كده، ممكن يعني احط جهاز كده بيتحط بقى يعني بعمليه بسيطه في الشست، بيتوصل بيه القلب وبيظبط له الريزم بتاعه، تمام؟ فده لما نظبط البرادي اريزميا دي هيظبط معايا الهايبوتنشن ويصلحه، يعني هيرجع البلاد بريشر للنورمال، تمام؟ وهنراقب برده الاي سي جي زي ما قلنا يعني بعد 6 ساعات من الانجكشن، ده لو هو بيبقى واخد اميديت ريليز تابلت، يعني التابلت اللي هي بيبقى ايه بيبلحها وخلاص كده الايفكت بتاعها بيصير على طول، ده بنراقب اللي هو الاي سي جي بتاعه يعني لمده 6 ساعات، كل ساعه وساعتين بنقيس الاي سي جي لمده 6 ساعات، تمام؟ ده في الايميديت ريليس. انما في السستيند ريليس اللي هو التابلت اللي بتتاخد وكل شويه بتطلع لي دوز معينه اللي هو بتستمر لمده طويله، دي بنراقب الاي سي جي بتاعه العيان ده لمده 24 ساعه، تمام؟ اهو ده السستيند ريليس 24 ساعه والايميديت ريليس لمده 6 ساعات، طبعا يعني بين كل اي سي جي والثانيه بيبقى ساعه ساعتين زي ما قلنا من شويه. بعد كده هنشوف بقى ان اللي هو باقي الانتي دوت، احنا خدنا كده الامرجنسي سبورتيف ميجر، هناخد الانتي دوت اللي هو الحاجه الثانيه اللي احنا بناخدها في تريتمنت اللي هو الكالسيوم. الكالسيوم ده طبعا انا كده يعني الادويه دي قافله لي الكالسيوم تشانلز، فانا عايزه بقى ايه اعوض الجسم على الكالسيوم ده او ايه احاول افتح التشانلز دي، فعشان افتح التشانلز دي هدخل ههدي للبيشنت كالسيوم. الكالسيوم ده هيعمل ايه؟ هيأثر على الكونتراكتيليتي بس، يعني هو هيحفز ان الكونتراكتيليتي ترجع لي النورمال، انما مش هيأثر على الكوندكشن ولا الادفاس دايلاتيشن بتاع الفيسلز، تمام؟ فيعني الكالسيوم بيأثر على الكونتراكتيليتي بس، ده عشان مثلا لو جت ام سي كيو كده. بعد كده عايزين بقى نصلح البلاد بريشر اللي عندي، احنا قلنا ان الكالسيوم بيأثر على الكونتراكتيليتي، احنا عندنا برده هايبوتنشن، فهنصلحه ازاي؟ هنصلحه باللي هو الابينفرين، ده حاجه بتعمل سمباثيك افكت يعني، والجلوتاجون ده عشان يصلح اللي هو الاسيدوز اللي عندي، او سوري يعني هو المفروض ان الجلوكاجون والابنفرين والامرينون الثلاثه دول بيشتغلوا على البلاد بريشر وبيرجعوه بدل ما هو هايبوتنسيف هيعدلوه ويبقى يعلي البلاد بريشر شويه ويرجع للنورمال، تمام؟ وزي ما قلنا برده الجلوكاجون والابنفرين دول بيعدلوا الهارت ريت، بيشتغلوا يعني ان هم يساعدوا القلب شويه ان هو يستخدم الجلوكاجون ده ان هو يزود الهارت ريت بتاعه والكونتراكتيليتي بدل ما هو مش لاقي جلوكوز عشان مش عارف يستخدم الجلوكوز اللي في الدم نتيجه ما فيش انسولين. وبرده بنصلح البوتاسيوم ليفل سواء هو هايبر او هايبو، بنصلح البوتاسيوم ايا كان الحاله اللي قدامنا. بعد كده في بقى برده من ضمن الانتيدوت اللي احنا بنديها الانسولين والجلوكوز. الانسولين عشان هو اصلا عنده ما عندوش انسولين، الانسولين بتاع البنكرياس مش عارف يطلع، فانا بديله انسولين يعوض النقص اللي عنده ده، تمام؟ فالانسولين هيصلح الهايبو انسولينيميا زي ما قلنا، وبالتالي هيامبروف اللي هو الايه الكربوهيدرات ميتابوليزم، ان الخلايا بقى تقدر تستخدم الجلوكوز اللي في الدم عشان اديت انسولين، وبالتالي هيحسن الكونتراكتيليتي بتاع القلب، ان هو لاقي هيبقى بدل ما هو عنده انيروبيك جلايكوليسيس هيبقى ايه ايروبيك جلايكوليسيس، لان هو خلاص لقى الاكسجين ولقى الجلوكوز من الدم، وهيساعد برده ان هو يصلح الاسيدوزز نتيجه ان انا اديت له جلوكوز مع الانسولين ده، تمام؟ واللي هو الانسولين جلوكوز او اي حاجه من الانتي دول احنا
قلناها دي مش بتصلح الكوندكشن خالص، تمام؟ هي بتصلح بس الكونتراكتيتي والبلاد بريشر، انما الكوندكشن يعني مفيش حاجه اثبتت ان هي ايه بتحسنه مثلا، تمام؟ غير زي ما قلنا اللي هو الكاردياك بيسن ده بيحسن الايه الاريزميا، تمام؟ انما الحاجات الانتي دوتس دي ما لهاش علاقه بالكوندكشن، تمام؟ بعد كده بقى زي ما قلنا ان احنا بندي جلوكوز، بس بنعمل مونيتورنج للجلوكوز كل 15 ل 20 منت، بحيث ان احنا نحافظ على الجلوكوز وذا نورمال اللي هو من 100 ل 200 ملي جرام بير ديسي لتر، تمام؟ وكده بقى خلصنا الانتي دوت. ندخل بقى على الجاستريك دي كونتامينشن. زي ما تعودنا ان الجاستريك دي كونتامينشن بيكون يا اما اكتيفيتد شاركول يا اما هول باول اريجيشن يا اما اللي هو الجاستريك لافاج. هنا هنستخدم اللي هو الاكتيفيتد شاركول بيكون اورالي، تمام؟ ولو هو العيان واخد سستيند ريليس بريبريشن فاحنا بنعمل يعني بنفضل الهول باول اريجيشن عشان اللي هو البريبريشن دي او التابلت دي تكون ايه طمنا ان هي طلعت من الجسم خالص، مش هنستنى بقى التشاركول ان هو يعمل لها مثلا ادزوربشن او كده، فلا احنا بنعمل الهول باول اريجيشن على طول بحيث ان احنا نعمل يعني نشيل كل الكونتنت بتاع الجي اي تي، تمام؟ وبرده بقى عشان نطمن اكتر بعدها بندي ريبيت الدوز، يعني ركز هنا ان هي ريبيت الدوز مش سنجل دوز، تمام؟ من الاكتيفيتد شاركول عشان برده نطمن ان البيشنت ما عندوش خالص الادويه دي موجوده في الجسم خلاص، فعشان الايفكت بتاعها يعني ايه يختفي خالص، تمام؟ وده بيكون في خلال من يومين لثلاث ايام بنستمر على ايه الاكتيفيتي شاركل ده. وبرده الجاستريك لافاج ده بيكون في اللي هو الميست ترايفال انجيشن. تريفيال دي يعني الحاجات اللي هي توكسيستي اللي مش يعني مش حاجات ايه لايف ثريتنينج، يعني مش حاجات قويه جامد. الحاجات الجاستريك لافاج دي بنستخدمها في الحاجات اللي هي الايه المايلد توكسيستي اللي مش خايفين منها قوي، يعني لان دي حاجه يعني ممكن تاخد وقت شويه، تمام؟ بعد كده الانهانسمنت اوف انيشن بقى دي مالهاش رول قوي، ليه؟ لان الكالسيوم شانل او الادويه دي اللي هي الكالسيوم شانل بلوكر دراجز دي يعني بتمسك جامد في البروتينز، فلما تمسك في البروتين انا كده لما اعمل هيموداليسيس او هيمبرفيوجن انا كده مش هستفيد حاجه، لان هي اصلا الادويه ماسكه في البروتين بتاع الايه بتاع الجسم، فانا لما اعمل مثلا غسيل للدم او هيمبرفيوجن انا كده مش هستفيد حاجه، وهتفضل برده الادويه ماسكه في البروتينز دي، فمالوش دور قوي الانهانسمنت اوف انيشن معانا هنا في الكالسيوم شانل بلوكر توكسيستي. يبقى كده احنا خلصنا التوكسو بتاع الكالسيوم شانل بلوكر، اتمنى يكون واضح بالنسبه لكم وما يكونش في صعوبه، احنا حاولنا نوضح او يعني نشرح كل تفصيله فيه، ولو احتجتوا اي حاجه ان شاء الله انا معاكم، اكتبوا بس كومنت وهنرد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.